اخوتي الاحبة يلي موجودين معنا بالكنيسة المباركة ويلي عم بتشوفونا عبر وسائل التواصل الاجتماعي، تحية لكم بالرب يسوع. اليوم يسوع عم يعطينا وصية، وهالوصية هاي بيقلنا فيها حبوا بعضكم مش كيف ما كان، حبوا بعضكم مثل ما أنا أحببتكم، مثل ما أنا حبيتكم. وحتى نفهم هالوصية هاي لابد أنه نعمل مقارنة بين العهد القديم وبين العهد الجديد. ربنا من بعد ما خلق كل شيء، من بعد ما خلق السماء ومن بعد ما خلق الأرض ومن بعد ما خلق الجبال ومن بعد ما خلق التلال، بيقلنا الكتاب المقدس أنه قرر أنه يخلق الإنسان وخلقه للإنسان بفيض من حبه. مشان هيك لما خلقه للإنسان خلقه للحياة، وخلقه على صورته وخلقه على مثاله. ولما منقول أنه الله خلق الإنسان على صورته وعلى مثاله، يعني عطى ثلاث ميزات. الميزة الأولى يلي عطى إياها، أول شيء عطى قلب أنه يحب. الميزة الثانية يلي عطى إياها، عطى عقل أنه يفكر. والميزة الثالثة يلي عطى إياها، عطى حلم أنه يحلم. فالإنسان لما استعمل قلبه حتى يحب ذاته، ولما استعمل عقله حتى يزيح الله من حياته، سمع لصوت الشر يلي قال له وتصيران آلهة. الله بالنسبة لإله ما عاد هو الخالق، الله بالنسبة لإله صار هو الغريم، مثله مثل الله. فإذا ليش أنا بدي أكون تابع لله؟ ليش أنا بدي أحب الله؟ فإذا أنا بقدر إنه أحب ذاتي، فإذا أنا بقدر إنه أكون إله. وهون كانت خطيته، وبخطية الإنسان سقط الحلم يلي كان ربنا حامل، يلي ربنا كان عطيه هو للإنسان. ومحل الحب يلي ربنا كان زارعه بقلب الإنسان دخل البغض، ودخلت الأنانية، ودخل الموت. وأول مرة بنسمع كلمة موت لما ربنا بيقول له للإنسان موتا تموت. فإذا دخل الموت ودخل الحقد ودخلت الأنانية ودخلت الكبرياء. وشفنا أول جريمة صارت يلي هو لما قايين بيقتل خيو هابيل. مشان هيك هالشرائع يلي عاشها الإنسان يلي هي شرائع طبيعية صارت وصلت الإنسان إنه يعيش حب انتقائي. يعني أنا بحب يلي بحبني، أنا بحب الشخص يلي هو منيح معي. ليش؟ لأنه هالإنسان هيدا سقط معنى الحب الحقيقي يلي ربنا كان عطيه. مشان هيك كنا نحن محتاجين لإعادة الحب الحقيقي بحياتنا. وهالحب الحقيقي مش ممكن يتم، ومش ممكن حدا يقدر انه يعطينا اياه، لانه كل الناس الموجودين على هالارض هن اشخاص خلقانين بحاله الخطيه، وكل الاشخاص يلي موجودين على هالارض موسومين بالخطيه الاصليه. فاذا نحن محتاجين لحب الهي جديد ربنا يرجع يعطينا اياه، وما حدا بيقدر يعطينا هالحب ان لم يكن الله. مشان هيك بيقلنا الكتاب المقدس ولما تم الزمن أرسل الله الملاك جبرائيل، بفعل من حب، بفعل حب كبير. أرسل الله الملاك جبرائيل إلى عذراء في الناصرة تدعى مريم، وقال له الروح القدس يحل فيك وقوة العلي تضللك والمولود منك يدعى ابن الله. ربنا ولا مرة وقف أنه يحب الإنسان، الإنسان هو اللي وقف يحب الله. ربنا ولا مرة طرد الإنسان من جنة عدن، الإنسان هو يلي طرد حاله من جنة عدن. مشان هيك هالإنسان هذا يلي كان بحالة الخطية كان محتاج للحب يلي ما إله حدود، كان محتاج أنه يسوع يموت وبموته يعطينا الحياة.
لأن الموت يلي كان مع آدم هو موت للموت، أما الموت مع يسوع المسيح داس الموت وعطانا الحياة وصار هو القيامة بالنسبة لنا. مشان هيك التعليم يلي بيعطينا إياه يسوع تخطى المفاهيم البشرية يلي نحن كنا عم نعيشها. فالحب مع يسوع المسيح بطل له حدود. الحب مع يسوع المسيح بطل إنه أنا حب قريبي، حب الشخص يلي من لوني، حب الشخص يلي بحبني. حب يسوع المسيح تخطى الحدود وقال من طلب ثوبك أعطيه رداءك، من سخرك ميل امشي معه ميلين، من ضربك على خدك الأيمن دور له الأيسر، حب عدوك. وهودي التعاليم ما بتشوفوهم بولا ديانة من الديانات إلا مع يسوع المسيح. فإذا نحن كأشخاص مسيحيين ربنا عم يعطينا هالقد إنه نعيش الحب، إنما وجودنا على هالأرض نحن بحالة صراع دائم بين حب يسوع وبين حب العالم. مشان هيك نحن موجودين مرات كتير بنمشي بحب العالم، البغض بيسيطر على حياتنا مع انه نحن معمدين ومع انه نحن مثبتين ومع انه نحن عم نعيش الاسرار، انما هالعالم هيدا عم بيجرنا لإله. لانه يسوع ولا مره بيجبرنا، ولا مره بيقول لي بغصب عنك بدك تكون قديس. لما اجى لعنده الشاب الغني قال له ماذا اعمل لارث الحياه الابديه؟ قال له ان شئتها. قال له اذا بدك. فاذا القداسه هي ان شئتها. مشان هيك ما فيش الواحد يدعي انه انا معمد يعني انا خلص قطعت تيكت ورايح على السما. مش كل شخص معه سيرتيفيكا او معه تروازيام معه دكتوراه، بس كل شخص معه دكتوراه معه تروازيام. مشان هيك كل شخص معمد بيعيش الحب الحقيقي اللي ربنا بيعطينا اياه هذا الانسان بيوصل للسما. بس مش معناتها كل انسان معمد وعايش الحياه بالطول وبالعرض ومثل ما بده خلص انه انا معمد يعني انا بدي اطلع على السما. مثل واحد بحط ايده بيطبع صوره العذراء على ايده او بيطبع المسبحه او بيلبس المسبحه وبيقول لك خلص انه انا هودي اللي بيحموني، وبيروح بكب حاله مدري وين. لا يا حبيبي، بده يكون في عندك وعي، وبدك تعرف انه صحيح هودي بيحموك، بس انت بدك تكون واعي للشيء اللي انت عم تعمله بحياتك. فاذا هالقد حب يسوع شامل. ومشان هيك يسوع لما بيقلنا قال ما قلناش انا بدي عددية، يسوع قالنا انتو خميرة، حبة خميرة، قالنا انتو حبة ملح، انتو اللي بتطعموا الحياة كلها سوا، وانتو اللي بتعطوا معنى للحياة لما بتكونوا عايشين هالانجيل، وانتو الخميرة، انتو اللي بتخمروا عجنة الناس كلها سوا. انظروا كيف يحبون بعضهم بعضا. اليوم بيقولوا انظروا، طلعوا كيف بيكرهوا بعضهم، اطلعوا كيف بحرطوا على بعضهم، اطلعوا كيف بيحطوا العصي بالدوليب على بعضهم، اطلعوا كيف بيكرهوا بعضهم وبيختلفوا كرمال شقفة أرض وكرمال بيت وكرمال سيارة وكرمال لأنه بي عطى خيي أكثر مني، وبيختلفوا كرمال هودي الشغلات يلي هن فلين وهودي باقيين. يعني نحن بنشتغل وبنطلع وبتصير معنا مصاري، بس إنه ما بعرف إذا شي مرة مفكرين إنه الغني بيقدر ياكل أكثر من شبعته؟ شايفين شي غني بيقدر ياكل شبع؟ طيب عامل طاولة مثل هون وهونيك وأكل، إذا أكل عروسة لبنة بده يشبع، وإذا عامل طاولة من هون لهونيك بده يشبع، رح يوصل لمحله بده يشبع. شايفين شي حدا بيقدر ينام على تختين؟ شايفين شي حدا بيقدر يلبس بدلتين؟ شايفين شي حدا بيقدر إنه يسوق سيارتين؟ فإذا ليش نحن مكمشين بالأرض؟ ليش نحن مفتكرين إنه كل شيء بدنا نكولشه، بدنا نكولش على الدنيا كلها سوا، شو ما بدنا بعد بدنا أكثر 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 أكثر، لأنه نحن عم ننجر بطوبة هالأرض يلي عم بتقلنا إلك يا نفسي كلي وتنعمي لك خيرات لسنين عديدة. مش هيك بيقول الغني؟ بيقول له يا جاهل، هودي كلهم لمين أنت عم بتعدهم؟ واليوم حياتك رح بتتاخذ منك. فإذا ما بدنا نسمع من كلمة يسوع كلمة يا جهال، بدنا نسمع من كلمة يسوع تعالوا يا أعزائي وادخلوا الملكوت المعد لكم، لأنه أنا كنت جوعان وطعميتوني، لأنه أنا كنت عريان ولبستوني، بمعنى واحد لأنه أنا كنت محتاج لحب وأنتوا أعطيتوني الحب الحقيقي. حتى أنهي أنا وياكم أخوتي الأحبة،
في باي بيجي لعند ابنه صغير عمره 9 سنين، بيطلع فيه لابنه بيقول له بتحبني؟ قال له ايه يا بابا بحبك. قال له قديش بتحبني؟ ولد عمره 9 سنين شو بده يعبر لبيه قديه بحبه؟ قال له بحبك هالقد. زعل بيه لانه هو كان معلمه لابنه قايل له اذا حدا بيقول لك بتحبني بتقول له ايه، اذا قال لك قديش بتقول له قد البحر وموجاته والراعي وغنماته، قد السماء وقد الارض بحبك. فقال له بحبك هالقد يعني قديش بده يحبه. حتى بيوم من الايام هالشخص فات على الكنيسه، ولما فات على الكنيسه طلع بيسوع وشاف انه يسوع كمان فاتح ايديه وعم بيقول له انا بحبك هالقد. وبهالحب يلي عم بيقوله يسوع عم بيقول له انا بحبك قد السماء وبحبك قد الارض، وقد ما حبي كبير لك انا تركت المجد يلي عايشه بالسماء واخذت طبيعتك البشريه وصرت انسان مثلك وانصلبت على الصليب حتى اكون انا الطريق وحتى اكون انا الحق وحتى اكون انا الحياه ودلك على الطريق الحقيقيه. مشان هيك انا واقف مسكر لك الطريق اذا بدك تمشي بطريق الغلط، وانا فاتح ايدي حتى ضمك لصدري مثل الابن الضال كل مره بترجع لالي. مشان هيك اخوتي الاحباء خلينا نتامل بيسوع المسيح المصلوب ونقول له بنشكرك يا يسوع على الحب يلي اعطيتنا اياه، وبنوعدك انه نحن رح منعيش هالحب الى الابد. امين. نؤمن بإله واحد.